أن يتذكر أيام الصلاة. يومكم صليتوا المغرب؟ وأنا أصلي بعد السالفة. وأنا بأثناء الصلاة أفكر من يوم الصلاة. أفكر. أسافة طول العمر جوني شايبين قبل المغرب بحول نص ساعة. إيه. وضبطتهم الشاي وقهوة. قهوتهم من قهوة وشاي والمعد. إيه. ويوم تقهوة وأنا أضبط الشاي وقهوة جدد. إيه. إيه حلت صلاة المغرب. وحنا نصلي حلو أثناء الصلاة ماني يمه وانا أصلي وش تفكر به؟ أفكر هودهم يجلسون والله يروحون. طيب مشكلتك وشي؟ مشكلتي أنا أعلمك بعارين رايحات على الحرة مع عزبات أيام الصيف خلفات ما في ايه؟ غنم ما في ايه؟ سيارة ركب عليها ما في جالس ايه؟ بس أنا والخربوش بس فقط صلصلتين موجودات بصل ما في موجود رز وملح ما غير لا وبقل اللي هو مريس وسمن. ايه صليت فوق المغرب. صلينا المغرب وخلصنا يوم صلينا ودرعي مكاوه الشيء ثاني نوبه عاد وانا احترف فيها ضوي وين ضوي السراج يقولونها السراج ايه حاطه قبل 3 أيام على الصندوق والسبته الرفه وطاح وانكسرته بالنوره ويبالبص وظلام ظلام دبله تبد مغثه أمي طول العمر وأنا أجيب الطاسة أجدر ونحط به نصه يطول العمر ونحط وأنا أفقع صلصتي طم أيوة ما خلي أطبخ يوم أطبخ أمي طول العمر بالرز غازة وغسل الرز وأنا أتسب حطيت الرز على الصلصة والماء أي وملح أي بس مضبوط وأنا مغيره أيوة جار انت دول متورطن بيهم انت لازم تعشيهم انت ما عندك شيء نهائيا لازم ولا سياره ولا طياره ما عندي شيء صار على الصفر على الصاج زي ما يقول ايوه يطول العمر اثناء طبخ الرز والدعوه وانا كسر البقل اللي هو مريس كسر كتبه كذا حتى بقل ومريس ما يريدون غيره يا اخي وسمع هاي ايوه حل من طول العمر وانا امرس فوحه الاولى قالها الملح والغبار والوصاخه وهذه وانا افرطها وانا اكبها وانا احط ماء جديد على البقل ايه وانا امرسها لما قدم مثل حليب المراعي مضبوط يهب وانا احط لي 3 كاسات الى 4 كاسات على الطاسه على الرز ويوم انا اضبط ويطلع حبه يهب القلب يهول الرز ابو اسمه الشعلان الحمر مضبوط ايوه وانا اجيبها كاس صحيح طول العمر وانا ارشده وانا ارشده ايوه تريني منبوضح بحياتي ايوه المهم وانا ارشده طول العمر وانا اكب الرز حطيت حفنتين احنا ما نعرف كاسها مكان حفنتين ونص ايوه يهن حفنتين وربع مضبوط ونحطه في الصحن وانا زينه وانا اسوي لي غدير احنا نسميه غدير هلا بنص الرز ايوه حطيت سمن ايوه نسوي مثل المسبح حلو وش قلت لضيوفك؟ اسمع ونحط ابلي الفيد هذا ايه السمن والبقل وحطيه ونحط كاستين سمن ايه وانت تقلط وانا قلط طبعا ظلام ايه ما نشوف ضوي وين يبلبص فقر مضبوط قلت حياك والله حياك والله يا شباب يا النشامة أجود من المجود لا ناقة نحلبها ونعكس نذبحها ولا سيارة نروح يمها ندور يمين يسار يعني تصرفت ما شاء الله الكريم وش ردوا عليك عاد قال انا بسوي انا وشو انت الحين سويت في ما قلطون علي اكلوا منه ايه قال رز وسمن ومريس هذا احنا ود شياب طبعا ايه شيبة ما شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك اللي تصرفت او يلفونها كالصحين كله اي والله ما بقول شيء وهذه سلام والله انك تصرفت ما شاء الله ويعطيك العافيه جميل الله يعافيك ويا مرحبا بك هلا.